متتبعين قناة نكهة مغربية، مرحبا بكم من جديد. والوصفة ديال اليوم غادي تكون كيش بالطون. كيف تنعرفوا جميع، أهم حاجة في الكيش هي العجينة. خاص العجينة تجي مقرملة ومحمرة وهشيشة، وبلا ما تكون معجنة بالحليب والبيض اللي تنزيدوا مع الحشوة. الوصفة اللي غادي نعطيكم اليوم جمع هاد الشيء كامل، والدليل هو قدامكم في هذا المقطع اللي تنحاول نوصل لكم فيه كيفاش تجي العجينة مقرملة وهشيشة وما فازكاش. مقادير بسيطة وطريقة أبسط غادي نحصلوا على آلة الكيش، والعمارة بطبيعة الحال تتبقى على حسب المتوفر. أنا هاد النهار اختاريت نديرها بالطون، وممكن نعوضوا الطون بصدر ديال الدجاج مشحر أو لنكتفيو غير بشي نوع ديال الخضرة. وندوزو المقادير. العجينة غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الأبيض، 100 غرام ديال الزبدة من النوع الجيد، وشوية الملحة. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو واحد زوج بصلات مشلضين، فلفلة واحدة مقطعة صغيرة بحال هكا، واحد العلبة ديال الطون، البزار وشوية ديال السكينجبير اللي غادي نشحرو فيهم البصلة والفلفلة، 5 ديال البيضات، الفرماج محكوك على حسب الذوق، واحد الكاس صغير ديال الحليب، وشوية ديال الربيع. أول حاجة غادي نديرو البصلة والفلفلة مع شوية ديال الزيت والملحة، سكينجبير والبزار فوق من البطون، نخليهم حتى يتشحروا وينزلوا مزيان. ودابا غادي ندوز للعجينه. الزبده اللي نخدم بها العجينه ضروري تكون بارده، الا كانت سخونه فهي غادي تذوب لينا وغادي نحتاجو باش نجمعوها الدقيق اكثر، فنردو بالنا ونخليو الزبده تكون بارده ونرملو بها الدقيق بحال هكا، يعني نخدمو غير بصبعنا حتى تندمج الزبده مع الدقيق. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الماء بارد ونحاول نجمعها، الا ما كفاش داك شويه الماء اللي زدت غادي نزيد واحد المعلقه واحده اخرى. غالبا ما غاديش نفوت جوج معالق ديال الماء باش نجمع العجينه. العجينه اللي غادي نحصل عليها بحال هكا، يعني ما مخدوماش نهائيا. غادي نجيب واحد البلاستيك ونلويه فيها ونحاول نضغط عليها هكا بيدي، وهي غادي تجمع وتولي منسجمه اكثر بحال هكا. غير نديرها في الميكا وغادي نبرك عليها غير شي شويه بيدي وهي غادي تنسجم. صافي غادي نحطها في الثلاجه تبرد وتشد راسها شويه. منين بردت غادي نخرجها وغادي نطلقها بشويه ديال الطحين. منين كنت تنطلق في العجينه ما نردهاش رقيقه بزاف حيت غادي يصعب عليا نهزها ونطلقها فوق المول. نخليها غير شي شويه غليظه ونهزها بهذه الطريقه ونحطها في المول. منين بغي نبسطها عاد نحاول نرققها، والعجينه خاصها تكون شويه رقيقه ما نخليوهاش غليظه بزاف.
صافي غادي نتوك العجينه بالفورشيت مزيان باش منين تدخل الفران ما تبوقش وتنفخ. نخلط البيض مع الحليب وشويه ديال البزار والملحه وهذاك الربع اللي كان عندي ونخليهم على جنب على ما نعمر الكيش. صافي غادي نفرش البصله اللي مشحره مع الفلفله وندير فوق منها الطون ونخوي الخليط اللي وجد وغادي ندير الفرماج من الفوق. غادي ندخلها للفران يكون شاعل غير من التحت على درجة حرارة 180. الكيش غادي ياخذ لينا الوقت باش يتحمر من التحت لان العجينة كيف تنعرفو ما فيهاش السكر اللي غادي يخليها تحمر بسرعة، فغادي نخليوها تاخذ وقتها مزيان حتى تتحمر وتقرمل. نشوفو التحمر بدا يطلع لينا من الجناب عاد نشعلو عليها الفران من الفوق باش يتحمر البيض. وبصحتكم وراحتكم، ألد كيش ممكن تجربوه بيديكم ونخليكم على خير حتى الفيديو جديدة ان شاء الله.